نشرة الحصاد من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم وتتابعون فيها. أسبوع قبل الإعلان عن هوية المتنافسين للانتخابات الرئاسية الليبية، اشتداد معركة البت في الطعون والاستئناف. بعد مطالبة الوساطة الدولية في مالي بتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، اجتماع مرتقب منتصف الشهر المقبل بالعاصمة باماكو. اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في لاتفيا، رسائل تحذيرية وتبادل للاتهامات. الجزائر تطلق أكبر مشروع لاستغلال الفوسفات في العالم، استثمارات ب15 مليار دولار لاستخراج ثالث أكبر احتياطي من المادة عالميا. وفي نشرتنا، انطلاق منافسة كأس العرب فيفا في قطر بمشاركة 16 منتخبا عربيا. مرحبا من جديد. موازاة مع انتهاء الفترة القانونية للبت في الطعون المرفوعة ضد المترشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، تتوالى ردود الفعل حول الظروف المحيطة بعمل القضاة على خلفية عرقلة مهامها من طرف جماعات مسلحة خاصة بمدينة سبها. في المقابل، تؤجل مؤسسات قضائية أخرى بطرابلس البت في عدد من الطعون والاستئنافات. من جدل الطعن ضد مترشحين للرئاسيات إلى معركة البت في سحية الطعون المرفوعة والاستئنافات ضدها، مشهد يطبع أجواء الانتخابات في ليبيا أسبوعا قبل الإعلان النهائي عن هوية المتنافسين الفعليين للاستحقاق في سبها جنوب البلاد. لا يزال تطويق قوات تابعة لخليفة حفتر مقر المحكمة، وما تبعه من اعتراض وترهيب للقضاة يخيم على الأجواء، الأمر الذي يؤجل البت في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ضد قرار إقصائه من الترشح لليوم الثاني على التوالي. خطوة سريعا ما وضعت حفتر محل اتهامات وانتقادات لاذعة من أطراف داخلية عدة، ذلك أن الاعتداء على المؤسسات القضائية لا يصنف بحسبها إلا في خانة انتهاك الأمن العام، بل هو تهديد مباشر لحق الليبيين في المشاركة السياسية، ما يعرض المعرقلين إلى عقوبات جنائية، تشدد البعثة الأممية في ليبيا. في الجهة المقابلة، تؤجل من جهتها محكمة استئناف طرابلس النظر في طعن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المترشح للرئاسيات عبد الحميد دبيبة ضد قرار استبعاده من السباق الانتخابي إلى الأربعاء، في وقت أشارت مصادر إعلامية إلى إلغاء واحد من الطعون الثلاثة المرفوعة ضد دبيبة، بما يحيي أمال بقائه في السباق. وبرغم تأكيدات مفوضية الانتخابات على قدرتها في السيطرة على جل التحضيرات اللوجستية المتعلقة بموعد 24 ديسمبر، فإنها لا تخفي تخوفاتها من هشاشة البيئة التي تسبق الحدث الانتخابي، اعتراف لم يغفله أيضا المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش غدا تقديم استقالته. معنا حول الموضوع عبر الهاتف مباشرة من طرابلس المحلل السياسي أستاذ محمد دسنوسي، مرحبا بك. مرحبا بكم وبكل السادة المشاهدين. طبعا اسمي سنوسي إسماعيل. نعم. مرحبا بك سيد سنوسي إسماعيل، أهلا وسهلا. ما هي الفترة القانونية للفصل بشكل نهائي في مسألة الطعون المقدمة ضد بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات؟ طبعا مرحبا بكم وبكل السادة المشاهدين مجددا. بطبيعة الحال هناك العديد من السجالات لنقل القانونية في محاكم الاستئناف التي منيط بها الفصل في النزاعات حول الطعون المختلفة التي يعني تقدم ضد
بعض المترشحين بمتهمين مثلا بمخالفة قانون الانتخابات الرئاسية أو بمخالفة القانون الليبي بشكل عام. طبعا هناك بكل تأكيد فصل في هذه الطعونات، هناك يعني يوم 30 يعني 30 كان يفترض أن يكون هناك نظر أو فصل في الطعونات يوم 30 اللي هو بالأمس، ولكن تم تأجيل هذا اللي هو الفصل من محكمة قبل محكمة الاستئناف إلى يوم الغد. وهناك طبعا إمكانية الاستئناف في الطعون يوم 3 ديسمبر القادم. نعم. لكي نصل في نهاية المطاف إلى يوم 6 ديسمبر الذي سيكون موعدا للفصل النهائي في كل الطعون وبداية الدعاية الانتخابية، بمعنى أن القائمة النهائية للمترشحين سوف تظهر يوم 6 من ديسمبر، أي بعد 6 أيام من الآن. ماذا بشأن الطعن المقدم ضد خليفة حفتر بمحكمة الزاوية سيد إسماعيل؟ هذا طبعا يعني هو مو كله هو يعني قيمة إعلامية لا أكثر، يعني لأن من ناحية القانون قانون الانتخابات الرئاسية أوقف أي طعون ضد أي مترشح إلا في الدائرة التابع لها. الجنرال خليفة حفتر طبعا دائرة أو الموطن القانوني المختار له هو بنغازي، يعني دائرة محكمة استئناف بنغازي. بالتالي فإن رفع أو تقديم طعون ضد الجنرال حفتر يكون في محكمة استئناف بنغازي خارج دائرة محكمة استئناف بنغازي، لا قيمة لها ولن تؤثر على وضعه كمترشح في الانتخابات الرئاسية. نعم. كسؤال آخر طبعا. كسؤال آخر سيد إسماعيل، كيف نفهم هذا الجدل الحاصل بخصوص الظروف المحيطة بعمل القضاة للفصل في هذه الطعون؟ بكل تأكيد الظروف صعبة جدا تمر في البلاد، ولكن طبعا لا نستطيع أن نتحدث هنا إلا عن محكمة استئناف سبها التي تعرضت ل يعني ضغوطات كثيرة جدا، ومنع القضاء من الاجتماع ومن للنظر في اللي هو طلبات الاستئناف ضد الطعون التي قدمت، يعني بالذات الطعن المقدم ضد سيف الإسلام القذافي. فقط هي المحكمة استئناف سبها، والتي آخر ما رشح من مدينة سبها يقال أن المحامي سيف الإسلام قد تمكن من تقديم اللي هو الاستئناف، طلب استئناف ضد الطعن أو ضد قرار استبعاده من قائمة المترشحين. ولكن يبدو لي بأن من الصعب جدا على القضاء في محكمة استئناف سبها أن يعملوا في جو طبيعي وهادئ، لأن الوضع نعم من الصعب بصراحة. سيد يعني إسماعيل، من هي الأطراف التي تحاول الضغط طبعا على عمل المحاكم؟ هي أطراف متعددة، يعني لا نستطيع أن نتهم يعني شخص باسمه كسياسي، ولكن هناك كتائب مسلحة وهناك مجموعات مسلحة، يعني هي الأمر فيه نوع من الضغوطات على القضاء وعلى سير العدالة في الجانب القضائي فيما يتعلق بالانتخابات. لذلك الحقيقة بأن محكمة استئناف سبها هي في وضع ربما لا تحسد عليه، لذلك أعتقد بأن يعني لا تصور أنها قد تصل إلى يعني مستوى جيد أمني تستطيع من خلاله أن تنظر في طلبات الطعن في قرارات الاستبعاد من قائمة المترشحين. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد إسماعيل سنوسي، كنت معنا مباشرة من طرابلس. أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة خلال جلسة عمل مع نظيره الصيني وانغ يي على الأهمية البالغة التي توليها الجزائر للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، وضرورة تعزيز بعدها الجهوي والقاري من خلال التعجيل في وتيرة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى المدرجة في أجندة التعاون بين البلدين. من جانب آخر، تحدث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره المالي حول عدد من النقاط والمسائل، حيث استعرض وزير خارجية المالي آخر مستجدات الوضع السياسي في بلاده، وكذا الجهود التي تبذلها السلطات المالية لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة.
لقد تبحثنا في العديد من الشراكات الاستراتيجية بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. لدينا العديد من الأمور المشتركة التي وجب علينا تعزيزها والتعجيل في وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى المسجلة في أجندة التعاون بين البلدين. لدينا العديد من المصالح المشتركة وكذلك ضوابط تاريخية، فالجزائر كانت من الدول الداعمة للصين من أجل حصولها على مقعد دائم في مجلس الأمن، ونحن في هذا الملتقى لدينا أمل كبير من أجل العمل مع شركائنا الصينيين، ونشكر السنغال على هذا الملتقى الذي سيساهم في تعزيز العلاقات بين أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية. في السياق، قالت الوساطة الدولية في مالي إنها تتطلع لتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، معتبرة ذلك ضمانا لاستقرار مستدام في هذا البلد الأفريقي. وأكد بيان الوساطة الدولية في مالي الذي توج أعمال اجتماع افتراضي ترأسه المبعوث الجزائري الخاص إلى منطقة الساحل وأفريقيا بجمعة ديلمي، أكد أن الدول الأعضاء أكدوا على ضرورة عودة الاستقرار في مالي. ومن أجل ذلك سيعقد أعضاء الوساطة التي تقودها الجزائر منتصف الشهر الداخل بباماكو ملتقى لدراسة الوضع الأمني السائد في مالي والعقبات القائمة وبحث أفضل السبل والوسائل المساعدة على تسريع تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق السلم والمصالحة. وينضم إلينا من العاصمة المالية باماكو الكاتب والمحلل السياسي المالي محمد دويس المهري، أنت معنا مباشرة عبر سكايب، أهلا وسهلا بك. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. إذن دعوات متتالية من الوساطة الدولية في مالي لتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، ما الذي يعيق حتى الآن صراحة هذا الملف؟ للأسف يعني اتفاق السلم والمصالح المنبثق عن مسار الجزائر والذي كان الجزائر دور يعني كبير فيه بالإضافة إلى الفاعلين الدوليين، العراقيل التي حدثت هي المدة الطويلة لهذا الاتفاق الذي وقع في 2015 ونحن الآن في السنة السادسة بعد توقيع هذا الاتفاق، والسبب الرئيسي هو مماطلة الحكومات السابقة للبلاد في تنفيذ هذا الاتفاق، في تنفيذ بنود الإدماج ونزع السلاح، والكثير من البنود التي تضمنها هذا الاتفاق تم تأخير تنفيذها، كان من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق والانتهاء منه في خلال سنتين، ولكن للأسف تلك الحكومات ماطلت وأخرت في تطبيق هذا الاتفاق لنصل إلى هذه المرحلة يعني المتأخرة حاليا. النظام الجديد والحكومة المالية الحالية سرعت في تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن للأسف هي ورثت تركة يعني كبيرة وعراقيل كانت حدثت بسبب المماطلة والتأخير من قبل الأنظمة والحكومات السابقة التي لم تكن هناك نية يعني للتطبيق على حسب تعبير الأطراف التي موقع على الاتفاق. لماذا السيد محمد ويس المهري؟ النظام في ذلك الوقت عندما وقع الاتفاق كان يريد إنهاء الحرب بأي طريقة معينة وإنهاء الحرب التي كانت حادثة في ذلك الوقت، والبنود التي تم التوقيع عليها يعني استغرقت حتى كثير من المناقشات أشهر كثيرة، ولكن للأسف كانت هناك أصوات داخل الدولة المالية تقول وتعبر على أن هذا الاتفاق يعبر عن الانقسام بحكم أنه كان يطالب باللامركزية ويطالب بشبه حكم ذاتي في شمال البلاد بحكم أن المنطقة يعني بعيدة عن العاصمة وبعض الأشياء التي تحدث من النظام المركزي وبعض المشاكل التي تنتج عن هذا النظام المركزي وبعض المطالبات التي طالبت بها الحركات الأزوادية، بعض الأصوات داخل الدولة المالية وفي نعم كسؤال آخر. قالوا أن هذا كسؤال آخر السيد محمد ويس، في نظركم ما هي الوسائل التي قد تعطي فعالية في تسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي؟ وسائل الحكومة لديها كل الوسائل والدولة المالية لديها كل الوسائل وتستطيع أن تسرع في تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعتبر هو حل لمشاكل المنطقة شمال مالي بصفة عامة الذي وقعت الأطراف الأزوادية والحركات الأزوادية التي وقعت هذا الاتفاق مع الدولة المالية بالرعاية الدولية. هذا الاتفاق هو حل لكثير من المشاكل مثل نزع السلاح وإدماج المقاتلين السابقين وإنهاء العنف وإنهاء الأزمة الأمنية. نحن نعاني الآن من تراكمات ونتائج لتأخير هذا الاتفاق بسبب هذا التأخير حدثت هذه المشاكل التي تعاني منها مناطق شمال البلاد بالذات في المناطق الرئيسية والولايات الرئيسية مثل غاو وكيدال وتمبكتو. لو طبق الاتفاق في الفترة الزمنية التي كان من المتوقع أن
يطبق فيها وهي مدة سنتين لم نكن نصل إلى هذه النتائج وتفاقم هذه الأزمة الأمنية التي خرجت عن السيطرة في مناطق الشمال. ودائما ركزت الجزائر والشركاء الدوليين الذين رعوا هذا الاتفاق على التسريع في هذا في تسريع تطبيق هذا الاتفاق، ولكن للأسف كانت هناك مماطلات وتأخير متعمد، وبعض العراقيل من بعض الفاعلين حتى في خارج مالي كانت تعرقل هذا التطبيق. من خارج مالي تحديدا سيد تراه يعرقل هذا المسار، مسار السلم او اتفاق السلم والمصالحة الوطنية؟ نعم، كانت هناك بعض الأطراف مثل خارجية فرنسا. أتحدث سيد محمد، خارجية نعم. كانت بعض الأطراف مثل فرنسا كانت بعض تبدي بعض التحفظات على هذا الاتفاق، وكانت حتى بعض التطبيقات التي تقوم بها الدولة المالية بالإضافة للحركات الأزواجية كانت دائما تلقى تحفظا من فرنسا بحكم أنها مهيمنة على مالي ومهيمنة على الدول غرب أفريقيا بحكم أنها مستعمرات قديمة لهذه الدولة. ما موقع كسؤال آخر، ما موقع السلطات الانتقالية في مالي في نظركم من هذا المسار أو الاتفاق ككل؟ عبرت الحركات الأزواجية التي هي أطراف في هذا الاتفاق الفترة الأخيرة عندما عقدت مؤتمرها في شهر يونيو الذكرى السادسة لتوقيع هذا الاتفاق، وقالوا أنهم لمسوا النية والتحرك الكبير والنية الصادقة لتنفيذ هذا الاتفاق، ونحن نتابع ذلك حتى على المشهد السياسي، أن الدولة المالية تحاول بشتى السبل الحالية، النظام الحالي يحاول بشتى السبل تطبيق هذا الاتفاق، وقد سرع وأدمج الكثير من المقاتلين، وقام الوزير المصالحة دائما يذهب في زيارات المناطق الشمالية من أجل تطبيق بعض البنود مثل إدماج المقاتلين ونزع السلاح والتشاور مع بعض الحركات الأزواجية في بعض الجوانب التنموية التي كانت من ضمن هذا الاتفاق وكانت من ضمن بنود. واضح جدا سيد محمد ويس المهري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من باماكو المالية، شكرا جزيلا لك. استبعد قائد الأركان العسكرية الإسبانية إمكانية أن يشكل المغرب تهديدا للأمن القومي لبلاده، غير أنه لفت إلى وجود مؤشرات غير مطمئنة حسب وصفه لحادثة اقتحام شباب مغربي لمدينة سبتة الإسبانية في مايو الماضي، منوها في السياق بقدرة بلاده على الردع بكل أشكاله العسكري السياسي والاقتصادي. وقال قائد الجيش الإسباني إن من يمثل بالنسبة للمغرب خصمها هي الجزائر وليست إسبانيا في الوقت الراهن، وأن المشكلة الخطيرة الذي يواجه المملكة هو نزاعها مع جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية. تجددت الاشتباكات اليوم في منطقة فشقة الزراعية الواقعة في المنطقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان وسط اتهامات إثيوبيا لجبهة تيغراي بالضلوع في العملية، فيما تتواصل الاحتجاجات بالشارع الرافضة للاتفاق السياسي الأخير بين البرهان وحمدوك. الاشتباكات تجددت فجر اليوم بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية في منطقة الفجقة الصغرى الحدودية. بحسب الجيش السوداني الذي قال إنه كان يقوم بتمشيط المنطقة وتنظيفها من بعض الجيوب والكمائن التابعة للقوات الإثيوبية، إثيوبيا نفت القيام بهجمات على الجيش السوداني وحملت جبهة تيغراي مسؤولية استهداف أراضي سودانية، حيث أكد الناطق باسم الحكومة الإثيوبية أن عناصر من جبهة تيغراي تجري تدريبات في السودان وتتلقى الدعم من جهات أجنبية لم يحددها، فيما حث أبي أحمد قوات جبهة تيغراي ومن يقف في صفها إلى الاستسلام لإنقاذ أرواح أهل الإقليم. من جانب آخر، عرفت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات ومظاهرات شعبية أطلق عليها مليونية 30 نوفمبر رفضا لقرارات مجلس السيادة السوداني الأخيرة، الاحتجاجات التي يقودها تجمع المهنيين وبعض كوادر قوى الحرية والتغيير تأتي في إطار مواصلة المعارضة السودانية تصعيدها الجماهيري وفق تعبيرهم. أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية الثلاثاء النتائج النهائية للاقتراع، وقال رئيس المفوضية جليل عدنان إن هناك تغيير في مقعد واحد في 5 محافظات مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في 8 من هذا الشهر، مضيفا أن نسبة 44% هي نسبة الاقتراع، وعلى ضوء النتائج الجديدة بقي التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في المرتبة الأولى حاصدا 73 مقعدا برلمانيا
تلاه تحالف تقدم ب 37، فيما حل تحالف دولة القانون في المرتبة الثالثة. تتواصل لليوم الثاني محادثات الجولة السابعة لمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، حيث أكدت مصادر دبلوماسية أن أطراف المفاوضات قد توصلت إلى صياغة 80% من نص الاتفاق. على ضوء نتائج اليوم الأول المتسم بالإيجابية لاجتماع فيينا حول الملف النووي الإيراني، واصلت الأطراف جلسات اليوم الثاني من هذه المحادثات التي أشارت مصادر دبلوماسية أوروبية أنه تم الانتهاء من صياغة نحو 80% من نص الاتفاق. طهران التي أكدت على أنها لن تلتزم بأي بنود جديدة للاتفاق طرف رفع العقوبات شرطا غير قابل للتفاوض، كما أنها تؤكد على ضرورة تقديم ضمانات كافية من الولايات المتحدة والقوى العالمية مع امتلاكها عدة خيارات في حال فشل المحادثات. وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان قال في حديثه عن هدف مشاركة إيران في المفاوضات: إن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي إلى تطبيع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلادي. وتوالت مواقف الدول المشاركة في محادثات فيينا في جلسة اليوم الثاني. روسيا عبر بيان لخارجيتها أكدت أن المشاركين قرروا استئناف عمل مجموعتي الخبراء بشأن العقوبات والمسائل النووية، مضيفة أنهم أكدوا في سعيهم لتحقيق نتيجة إيجابية في أقرب وقت، فيما أبدى منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات تفاؤله، مضيفا أن لجنة خاصة ستبدأ العمل اعتبارا من اليوم بشأن موضوع العقوبات. أما موقف الولايات المتحدة فيتضح في بيان البيت الأبيض، جاء فيه أن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل للتعامل مع إيران، وأن هدف واشنطن ما زال العودة إلى الاتفاق النووي. التقى وزراء خارجية حلف الناتو في لاتفيا نظراءهم من دول شريكة للحلف لبحث التعبئة الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، كما تطرق الاجتماع لأزمة طالبي اللجوء على حدود بولندا ومسألة إعادة النظر في أهداف الحلف الاستراتيجية. إلى ذلك حذرت الولايات المتحدة روسيا من مغبة مهاجمة أوكرانيا، في حين وضع الرئيس بوتين خطا أحمر لتحركات قوات شمال الأطلسي في الجارة الغربية لبلاده. من جهته أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا شديدا لحلف شمال الأطلسي من نشر قواته وأسلحته في أوكرانيا، قائلا إن ذلك يمثل خطا أحمر لروسيا وسيؤدي إلى رد قوي. تضارب وجدل واسع يعرفه الخبراء حول مدى فعالية اللقاحات في مواجهة المتحور أوميكرون الذي لا زال يشكل مصدر قلق وتوجس، ويتطلب التعرف عليه نحو أسبوعين من الزمن حسب الوكالة الطبية للاتحاد الأوروبي. مستعدون للتعامل مع أوميكرون، وسنستغرق أسبوعين لمعرفة ما إذا كان قادراً على التعامل مع اللقاحات. هذا ما كشفت عنه رئيسة الوكالة الطبية للاتحاد الأوروبي الذي أعلن أن للمتحور الجديد أعراضاً خفيفة، كما سجل الاتحاد أكثر من 40 إصابة. بريطانيا من الدول التي أعادت فرض ارتداء الكمامات في الفضاءات المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي، في حين أغلقت دول أخرى مجالها الجوي خوفاً من تفشي أوميكرون. مختبرات تطوير اللقاحات أسترازينيكا، فايزر، سبوتنيك وجونسون أند جونسون طمأنت العالم بثقتها في تطوير لقاح يستهدف النسخة الجديدة من فيروس كورونا، بعدما شككت موديرنا في إمكانية اللقاحات السابقة تحدي المتحور أوميكرون. من جهتهم دعا رؤساء كل من روسيا والولايات المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تهويل الوضع، مع تأكيد منظمة الصحة العالمية على وجوب وجود استجابة عالمية هادئة منسقة ومتماسكة. آخر تصريحات مؤسس مختبر بايونتيك أكد أن المطعمين سيحظون بحماية من أي مضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بأوميكرون، فحين صرحت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية إمير كوك أن اللقاحات المعدة خصيصا لمتحورة أوميكرون يمكن الموافقة عليها في غضون 3 إلى 4 أشهر.
قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إن وسائل الإعلام والاتصال عرفت تطورات متسارعة في مختلف أدواتها ووسائطها من زيادة في التأثير وسرعة انتقاله في المجتمعات والحياة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية. وكشف المسؤول الجزائري في ذكرى 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية عن مشاريع تعديل ومراجعة 4 قوانين متعلقة بالإعلام، على رأسها القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقوانين المتعلقة بالسمعي البصري والإشهار وصبر الآراء. أحكام دستور 2020 بما يستجيب لتطلعات المواطن وضمان حقه في الحصول على معلومة موثوقة وخدمة عمومية فعالة للاتصال، وكذا الضرورة التي تفرضها إعادة تنظيم القطاع ليتماشى مع التطورات الاجتماعية والديناميكية السياسية التي تعرفها بلادنا. وهنا أود الإشارة إلى استكمال 4 نصوص قوانين من شأنها النهوض بهذا القطاع الحساس والاستراتيجي. أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي عن النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية، مؤكدا تقدم حزب جبهة التحرير الوطني السباق متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ثم القوائم الحرة. وكشف شرفي أن نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات المحلية الخاصة بأعضاء المجالس الشعبية البلدية بلغت 36.58% بينما بلغت 34.76% بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية. نشرتنا مستمرة، الاقتصاد بعد قليل. أهلا من جديد ومرحبا بزميلة أسماء ضيف. أهلا، أهلا بك عبد الغفور. أهلا بكم مشاهدينا للحصاد الاقتصادي. بداية، كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب في تصريحات حصرية خاصة بها قناة الجزائر الدولية، كشف عن التوقيع على اتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع عملاق لاستخراج وتحويل الفوسفات الخام بشرق البلاد شهر ديسمبر المقبل. مشروع ماشي حسب البرنامج ودراساته منتهية، وكذلك الشريك كذلك الآن رانا في الدراسات الأخيرة، وفي خلال الأسابيع هذه القادمة في شهر ديسمبر راح يكون له توقيع على الشريك اللي راح يبدأ في استثمار هذا المنجم إن شاء الله. ويمثل المشروع أكبر استثمار صناعي مدمج في العالم بتكلفة إجمالية تعادل 15 مليار دولار، ومن شأنه إنتاج 10 ملايين طن من الفوسفات الخام. المشروع هو الذي ينتظر تنفيذه بشراكة صينية يمتد عبر 4 محافظات بأقصى شمال شرق البلاد. بثالث أكبر احتياطي في العالم، الجزائر تطلق مشروعا ضخما لاستغلال الفوسفات، مشروع صناعي واعد بفرص هائلة يشمل جميع المهن والأنشطة ذات الصلة بالصناعة المنجمية باستثمار إجمالي يعادل 15 مليار دولار. يمتد المشروع على 4 ولايات شرق البلاد، يبدأ من منجم ولاد الحدبة ببلدية بئر العاتر في ولاية تبسة، أكبر حقل للفوسفات الخام بالجزائر باحتياطي يتجاوز 2 ملياري طن، ليتم نقل الكميات المستخرجة إلى منطقة وادي الكبريت بسوق هراس، المحطة الثانية في تحويل الفوسفات الخام في مركب للمعالجة بطاقة تعادل 5 ملايين طن سنويا من الأسمدة الفوسفورية. قبل الانتقال إلى المحطة الثالثة ضمن مسار تحويل الفوسفات لإنتاج 1.5 مليون طن من الأمونياك سنويا، وتشكيلة واسعة من الأسمدة الآزوتية بمنطقة حجر السود بولاية سكيكدا، عنابة ستكون المحطة الرابعة ضمن المشروع العملاق عبر تسويق المنتج النهائي محليا وتصديره.
المشروع الذي ينتظر أن ينفذ بشراكة صينية سيمكن من إنتاج 10 ملايين طن من الفوسفات الخام، مع تسويق 6 ملايين طن من الفوسفات المحول سنويا، في استثمار يستهدف تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير المناطق الحدودية. وبخصوص الاجتماع المرتقب لتحالف أوبك بلس الخميس المقبل، أكد وزير الطاقة الجزائري أن أعضاء الكارتل سيدرسون احتمالات السوق وفق توصيات الخبراء واللجان الفنية، على وقع التداعيات السلبية للانتشار السريع للمتحور الجديد. عرقاب، وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش مؤتمر ترويجي للاستثمار المنجمي في بلاده، ذكر أن أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة حريصون على ضمان الإبقاء على الإمدادات التي تحقق التوازن للسوق النفطي بما يضمن فائدة المنتج والمستهلك على حد سواء. احنا رانا نحققوا يعني في كل الأعمال اللي رانا نقوم بها نتأكدوا من الإمدادات السوق البترولية، وكذلك أساسيات السوق البترولية اللي هي سليمة الآن، لأن المتحور هذا الأخير اللي راه ينتشر بسرعة وخلى الدول الأوروبية وغيرها تبدأ تأخذ في إجراءات، فلهذا يكون يعني التأثير دائما أولي بالنسبة لهذا هذا التأثير بالنسبة للكوفيد هذا، وخاصة المتحور الأخير. فاحنا راح ان شاء الله يوم 2 ديسمبر عندنا اجتماع تاع الاوبك والاوبك بلس، وراح ندرسوا تقارير خبراء في المجال، وراح ناخذوا اجراءات لكي دائما نبقى في امدادات تكون جيده بالنسبه للسوق، امدادات اللي تخلي ان السوق يسترجع التوازن تاعو، وكذلك اساسيات السوق يعني لي فوندامونتو دو مارشي لازم دائما تكون سليمه وتكون حسب المنتج والمستهلك لتوازن. وفي رده على سؤال بخصوص اعتراضات إسبانية بشأن توقيع الجزائر تدفق الغاز نحو شبه الجزيرة الإيبيرية عبر الأراضي المغربية، أكد الوزير الجزائري أن بلاده وفية بالتزاماتها في ضمان الإمدادات الطاقوية. أرقاب اكتفى بالتأكيد أن العقد المبرمى بين الجزائر وإسبانيا ملف تجاري محض، وأن بلاده ستضمن تدفق الغاز وبالكميات المتفق عليها مع الجانب الإسباني. الجزائر دائما عبر سوناتراك كانت دائما وفية بالتزاماتها، ودائما عندما توقع عقد أو تلتزم بتمديد الغاز أو البترول أو المواد المحروقات في كل مجالات هذه المجالات المحروقات، سوناتراك الجزائر دائما توفي بتعهداتها وتلتزم التزام تام بالكميات التعاقدية. فهذا نعطيك جواب صريح وبدون أي ديماغوجية أو أي يعني هذا العقد قضية بيزنس يعني ما بين شركة وشركة، وكذلك الجزائر من خلال وزارة الطاقة والمناجم تقف وراء هذه الالتزامات لتطبيقها تماما. وفي شأن اقتصادي آخر، تراجعت أسعار النفط في تداولاتها ثلاثاء ليسجل مزيج برنت العالمي مستوى دون 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 أشهر. تراجعت الحقود الآجلة لخام القياسي العالمي بنسبة 3.55% لتصل إلى 70.83 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.39% متراجعة إلى 67.58 دولارا للبرميل. أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية ثلاثاء تسجيل حادث على مستوى الوحدة رقم 1 بمصفاة سكيكدا شرق البلاد، كانت في حالة توقف لإتمام أشغال الصيانة. بيان عن المجموعة الجزائرية ذكر أن الحادث الذي تمت السيطرة عليه فورا خلف إصابة 7 عمال بجروح أغلبها خفيفة.
تفاقمت حالة الخوف والقلق التي تخيم على فئات مهنية وشعبية واسعة في المغرب بإعلان الرباط إغلاق حدودها الجوية في الأسبوعين المقبلين، وزادت الهواجس من تكبد الأسواق خسائر باهظة في حال استمرار الإغلاق، إذ ستكون قطاعات التجارة والسياحة والطيران الأكثر تضرراً من شظايا تفشي السلالة الجديدة. لليوم الرابع على التوالي حالة القلق والخوف تسود جل الأسواق والقطاعات الاقتصادية في المغرب، قلق يلتبس بنوع من الخيبة من عودة المملكة لسياسة الإغلاق السريع في وقت انتظر فيه المغاربة تخفيف التدابير الاحترازية إثر تحسن الوضعية الوبائية. مخاوف متفاقمة من تكبد الأسواق خسائر باهظة في أعقاب استحواذ أوميكرون على صدارة الأخبار السلبية المتتالية بإغلاق المملكة لحدودها في الأسبوعين المقبلين أمام الملاحة الجوية، والخشية من استمرار إغلاق الطيران لفترة أطول مع تصاعد الإجراءات الاحترازية. قطاعة التجارة السياحة والطيران ستكون في فوهة شظايا المتحور الجديد، وهنا يرى الاتحاد العام للمقاولات والمهن أكبر كيان نقابي في المملكة أن حالة عدم اليقين التي يؤججها المتحور الجديد ستفضي حتما إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط. تداعيات فورية بدأت تبرز في تعطل القطاع السياحي المتعثر أصلا على مدار العامين الماضيين بإلغاء حجوزات الفنادق التي كانت تعول على عودة السياح في ديسمبر المقبل بمناسبة أعياد الميلاد لتعويض جزء من خسائرها. إغلاق المملكة لحدودها الجوية سيمتد ليشمل أيضا الرحلات البحرية لنقل المسافرين اعتبارا من الثلاثاء. حالة إغلاق شامل سيكون لها ارتدادات على النقاش الجاري في البرلمان المغربي حول مشروع موازنة العام المقبل الذي راهن على عودة الانتعاش، غير أن التطورات الأخيرة قد تفضي إلى دفع الحكومة للتعايش معها مع توقعات بتوسع عجز الميزانية الذي بلغ 48% من الناتج الداخلي الخام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحصاد الاقتصادي، عودة إلى الزميل عبد الغفور. شكرا جزيلا لك يا زميلة أسماء. ختام والنشرة إلى التذكير بالعناوين. أسبوع قبل الإعلان عن هوية المتنافسين للانتخابات الرئاسية الليبية، اشتداد معركة البت في الطعون والاستئناف. بعد مطالبة الوساطة الدولية في مالي بتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، اجتماع مرتقب منتصف الشهر المقبل بالعاصمة باماكو. اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في لاتفيا، رسائل تحذيرية وتبادل للاتهامات. الجزائر تطلق أكبر مشروع لاستغلال الفوسفات في العالم، استثمارات ب15 مليار دولار لاستخراج ثالث أكبر احتياطي من المادة عالميا. وتابعتم معنا انطلاق منافسة كأس العرب فيفا 2021 في قطر بمشاركة 16 منتخبا عربيا. ختام أوراق نشرة الحصاد الدولية، شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.